شافوني عاقل حسبوني غينية، شافوني ساكت قالوا تحتو بليا، السنترة حكمة يلي غدرتو بيا، الهضرة ما تنفع سول شي ولية، وإلا غلطتي معايا تخلصها غالية. إيوا يا سيدي الله يجيب لي يفهمنا ولا يعطينا شي، والصمت راه حكمة، خليهم ينبحوا، علاش اللي قبلهم واش ربحوا؟ الناس بكري قالوا الكلب ينبح وينبح كيتمدلو عض ما يسكت. يالله سيدي كيف العادة ما تنساو شي دعمونا، يالله عمي الحجر اليوم جاب الجديد ونبداو على بركة الله. هادي يا سيدي واحد المرأة سولت جارتها قالت ليها شنو هو السبب نتاع النعومة ديال يديك، وهي العفريتة ديال جارتها تقول ليها انا كنستعمل النعمان في غسل الاواني والتصبين. وهي ديك جارتها تعجب وقالت ليها ويلي كاين شي مسحوق ديال النعمان، ايوا فين كيتبعت انا نشريه؟ وهي مسخوط الوالدين تقول ليها الا نعمان راه السميه ديال راجلي. هادي يا سيدي واحد المرأة مشات للموقف ديال الطاكسيات، وهي تقول لمول الطاكسي اديني الايران، وهو مول الطاكسي تخلع وقال ليها انا على الشيطان الحاجة شمن ايران، حنا رحنا في المغرب كيفاش غندير نوصلك لايران؟ وهي تقول لي ماشي سوقي المهم دبر لمحاينك خصك ديني لايران. وهو يبدا كيشوف فيها وبدا كيفكر، وهو يقول ليها بلاتي بلاتي الشريفة قولي كاو كاو، وهي العفريتة الاخرى تقول ليه او او، وهو العفريت الاخر يقول ليها طلعي طلعي يا الشريفة نديك الكيران خلعتيني يا المصيبة الله يتبعك البلا. هذا يا سيدي واحد طفل سول الأم ديالو ماما ماما علاش كتقولي على خويا مالك؟ وهي تجاوبو الأم ديالو حيت هو مازال طفل صغير ودايما الأطفال الصغار كيكونوا ملايكة وعلاش انت كتسول؟ وهو المسخوط ديال الدري قال ليها حيت ماما الملائكة كيطيروا وانا لحتو من السطح وما طارش. هذا يا سيدي واحد المبوق صيفط للخطيبة ديالو واحد تصويرة وهو راكب على حمار، وهو يكتب ليها متحت التصويرة ملاحظة راه انا اللي الفوق. هذا يا سيدي واحد الفار فاق مقطوع في رمضان، وهو يبدا يغوت على الحيوانات وحيح عليهم في الغابة، ومن اللي سالا وعيا طلع فوق واحد الشجرة وجبد عليها بنعسة. ما علينا يا سيدي من اللي شبع نعاس وفاق لقى واحد القط كيدور من تحت الشجرة، وهو يقول الفار مع راسو ولاد الحرام ديك لا روبية. هذا يا سيدي واحد الموظف اتصل على الهاتف ديال المدير ديالو بالخطأ، وهو يقول له جيب ليا شي كاس ديال اتاي للمكتب ديالي ودغيا وما تعطلش يا الحمار. وهو يرد عليه المدير واش ما عرفتيش راسك مع من كتهضر؟ وهو الموظف يقول ليه لا. وهو يرد عليه المدير عاوتاني انا راني المدير ديال الشركه يا الحيوان. وهو الموظف تخلع وقال ليه وانت عرفتي راسك مع من كتهضر؟
هو المدير رد عليه لا، وهو الموظف يقول ليه والحمد لله وقطع عليه الخط. هادي يا سيدي أم هشام القروج، البطل ديال السباق، شرات حولي في العيد ودارته في السطح. المهم يا سيدي وهو يهرب ليها وهي تعيط وهشام، وهو الحولي تم راجع قال ليها نعلي الشيطان يا الحاجة راني غير كنت ضحك معاك. هذا يا سيدي واحد الأستاذ ديال الفرنسية سول واحد التلميذ ديالو قال ليه كيفاش كنقولوا الصراحة راحة بالفرنسية، وهو المسخوط ديال التلميذ يقول ليه كنقولوا لها يا أستاذ لا فيغيتي غيتي. هذا يا سيدي واحد الولد سول باه قال ليه با كيفاش نعرف واش الواحد سكران، وهو باه يقول ليه شفت يا ولدي داك جوج شجرات راهما اللي لهي السكران غادي يقول لك هادوك راهم ربعة ديال الشجرات. وهو الولد تلفت فين نعت ليه باه وشاف وهي تبان ليه غير شجرة واحدة. هادي يا سيدي واحد المرأة كطلب وهو يدوز من حداها واحد الأستاذ وهي تقول ليه عافاك عطيني غي باش نفرح الوليدات، وهو يقول لي هاديك الأستاذ سيري قولي ليهم غدا راه ما كايناش القرايه.